هل مريض القلب يعني مناسب له انه يدخل يعمل دعامه؟ في اعتقاد انه مريض القلب صعب تخديره، التخدير عنده له مشاكل، جمله اللي بيقولوها بعض غير المحترفين ده عنده القلب هندخله زي اتخدر. القصه دي رائعه جدا يا فندم. اولا مريض القلب زيه زي اي مريض تصلح له الدعامه وبنسبه امان عاليه جدا ونجاح برضه 100%، لان احنا بنعمل عمليات الدعامه دي ببنج نصفي وليس بنج كلي، وبالتالي خطورته على القلب معدومه او قليله. فحته ان هو البنج وتاثيره على القلب، لا احنا تخطناها بنوعيه البنج. حته الدعامه نفسها وتاثيرها على القلب، لا يوجد تاثير للدعامه على مريض القلب. هي بس في نقطه بنخلي بالنا منها دايما، ان مريض القلب خصوصا اللي هو عامل دعامات في القلب وماشي على ادويه مسيله، لابد ان هو يقول للطبيب المعالج اللي هو هيعمل له الدعامه، يا دكتور خلي بالك انا باخد ادويه مسيله، وبرضه للدكتور يا دكتور خلي بالك ما لابد كل مريض هتعمل له عمليه تساله على الحكايه دي، لان في كتير من المرضى بينسى يقول، هو مش دكتور مش هيقدر عارف ايه معاهم الخطوره، لابد احنا نساله اذا كان بياخد ادويه مسيله الدم لابد يوقفها على الاقل 5 ايام قبل الجراحه لخطوره ان احنا نجري جراحه مع وجود الادويه المسيله الدم تحصل نزيف. هذا الى الضغط